ومتاهل بكل المستمعين اللي انضموا لنا هلا عبر برنامجنا ليسمعوا بس خصوصي خبير العقارات الاستاذ وضاح الغصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. ومثل ما صار من الصبح انا اقول لكم راح يكون معنا الخبير اليوم وضاح. واو عندنا لسته طويله عريضه راح نغطيها. اولا خليني رحب بيك واقول لك يا ميت الف اهلا وسهلا فيك عبر صوت نجوم في هذا الويكند ثانكس جيفينج ويكند. مرحب استاذ وضاح. أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين وينعاد إن شاء الله عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب. مين كان عبيقول في Thanksgiving weekend منكون مع حرارة بالعشرينات والشمس عبتشعش علينا؟ أكيد هذا طقس كتير كتير منيح وحلو للمستمعين تبعنا اللي يروحوا يبرموا المناطق اللي يبرموا فيها، يبرموا على البيت اللي بدهن إياه والإشة اللي بدهن إياه. خبرني عن مجال العقارات، كيف القصة وكيف الموسم اللي مرين فيه هلأ؟ والله لسه بعد الموسم بعده قوي، وطلعت شوية إحصاءات قبل يومين بالنسبة للشهر الماضي. بعد الماركت طالع نتكلم عن 14% مقارنة بنفس الشهر السنة الماضية. فبعد الماركت قوي وبعد الستات موجودة قوية، ولسه في عنا يعني لاحظنا أنه بلش شوي شوي يرجع المولتيبل أوفر، بس مش بالكمية اللي كنا بنشوفها بمارش وبأبريل. بس الماركت بعده منتعش، وبتصور الهدوء اللي كان اللي هو الهدوء قبل الانتخابات، يعني بس خلصت الانتخابات وزي ما تقول ضل كل إشي على ما هو عليه وما تغير شيء بالنسبة للحكومة وبالنسبة للقوانين لغاية هلأ. فبتصور الناس رجعت تشجعت، واللي صار بده يبيع ببيع واللي بدي يشتري بيشتري. في شغلة كتير كتير مهمة خي وضاح، بس الواحد يكون عم يبرم عبيت بيمرق بشوية ستريس، يعني عم بده يلاقي البيت المناسب، بدهم يعملوا اشياء، كيف بده يبيع بيته وإيش منوع. فبس يشتري البيت ويبيع بيته بيرتاح وبيقول خي هلا ما عادش بدي يعمل شيء غير لأستلم البيت وببلشوا يضبطوا. بس في شغلة كتير كتير مهمة هي التاريخ يلي بيستلم فيه البيت وبيقولوا له الكلوزنج بالإنجليزي. اولا هيدي شيء مهم، مرحله كتير كتير مهمه، وشو المهم فيها هيدي وشو لازم واحد يعمل ليحضر حاله الشخص اللي عم يشتري لحد تاني يحضر حاله للكلوزنج ديت. الكلوزنج للباير خطوه كتير مهمه. خلينا نعتبر انه الاوفر صار فيرم، يعني ما في ولا كونديشن، وضايل على الباير انه يستنى ليوم الكلوزنج. ففي عدة شغلات لازم ينتبه لها، ولازم يضبط الأمور مع اللوير المحامي، لازم أكيد يكون مختار محامي بالمرحلة هذه، ويتبعه يحول كل الدوكيمنت من الايجنت للمحامي تبع الباير. هذه أول خطوة. يعني خطوة أكيد لازم يبلغ المورجج بروكر أو الايجنت مورجج ايجنت أو البنك اللي ماخذ من عنده الدين أو المورجج، يبلغوا باسم المحامي حتى يتواصلوا مع بعض. أكيد بهذه الخطوة لازم يتأكد بكل من المورجج بروكر إنه كل الأمور ماشية وما في عندهم أي مشاكل بينهم وبين المورجج، ويتأكد كمان إنه إذا ماخذ مورجج لازم أكيد حيطلب البنك إنه المشتري يأمن شركة إنشورنس ضد الفاير أو الحريق والسرقة للبيت. فلازم يكون متواصل مع شركة انشورنس وماخد لتر منهم ويبعت هذا اللتر للمحامي كمان برضو، على أساس انه المحامي يكون عنده جارنتي من شي مؤسسة انشورنس انه حيكون البيت انشورد بتاريخ الكلوزينج او يوم التسليم اللي هو يوم تسليم المفاتيح. طيب أكيد اللي عم يبيع البيت كمان عنده تحضيرات لازم يحضرها بالنسبة للكلوزنج ديت. شو بتختلف تحضير البيع عن الشر؟ شوف اللي بده يبيع هلأ، ما بما أنه صار عنده الآفر فيرم ما عنده ولا كونديشن، معناته بده يضبط أموره على أساس يجهز حاله أنه ينقل. هذه أول خطوة. أكيد لازم يكون عنده محامي يبعث برضو نفس الشيء agreement تبعه للمحامي تبعه. أكيد لازم يبلغ البنك تبعه أو المورجج بروكر تبعه إنه هو باع البيت،
ويخبرهم قديش باع البيت على أساس البنك يتواصل مع المحامي تبع البائع ويبلغهم قديش في عليهم مورجج. المحامي لازم يتواصل مع المورجج كمباني تبعت البيت أو شركة المورجج وعلى أساس يتواصلوا ويعرفوا قديش الباقي على البيت المورجج إذا في عليه مورجج وإذا في بنالتي وإذا في أي إذا هو يمكن البائع يمكن شاري بيت تاني ممكن يتحول المورجج من بيت لبيت. فهذه كل الأمور لازم يكون البائع متواصل معها وأكيد لازم يبلغ شركة الانشورنس تبعته على أساس ينقل الانشورنس أو إذا رايح على الأجار ممكن يلغي الانشورنس ولازم طبعا أكيد يبلش يتواصل مع كل اليوتيليتيز ويبلغهم إنه تم بيع البيت وبتاريخ تسليم تاريخ معين فيبلش يحول الفواتير ويبلغ انه لازم تتحول الفواتير من هذا التاريخ. هيدي نقطه كتير كتير مهمه عفوا بدي بس اقطعك عنها بالنسبه يعطي انذار لليوتيليتيز اللي كان الكهرباء الغاز لانه بنسمع كتير في حالات ناس بتنسي طعم من الشيء واللي ما بلغ الشركات بالنسبه لامتى بده يوقف الدفع مسؤول عن كل شيء. صحيح هذه من وجه هذه المشكلة. في كتير بايرز للأسف بيفكروا إنه الفواتير بتتحول باسمهم أوتوماتيك والسيلرز كمان بنفس الوقت بيفكروا إنه الفواتير بتلتغى أوتوماتيك عن طريق المحامي. فالمحاميين هم بيبلغوا السيتي في أوتاوا مع تسجيل البيت للمشتري الجديد وأكيد لما يتبلغ السيتي في أوتاوا بتتحول فاتورة البروبرتي تاكس وبتتحول فاتورة المية بنفس الوقت. لكن الباير برضو عنده مسؤولية انه لازم يتواصل هو مع السيتي في أوتاوا على اساس يأكد العنوان تبعه والكونتاكت انفورميشن تبعته للمية وللفاتورة البروبرتي تاكس وكمان بنفس الوقت لازم يتواصل مع شركة الغاز إذا خاصة بأوتاوا عادة بتكون إمبريدج ويعطيهم الكونتاكت تبعته كمان برضو شركة الكهرباء حتى يعطيهم طبعا الانفورميشن اللي هي أوتاوا هايدرو أو في بعض المناطق هايدرو وان. هلا في إذا كانت العمارة كوندومينيوم أو عنده كاندوز بتدفع بتكون أحيانا الكاندو كومباني بتغطي بعض من هذه اليوتيليتي فيتأكد إنه يبلغ الكوندومينيوم من وين يسحبه يعطيهم void check. في عندهم عادة الشركات هذه فورم معين بتعبى من الباير حتى يبلغهم من وين يسحبوا الكوندو فيز الشهرية الشركة. حلو. طيب أكيد في كتير غير أشياء وصعوبات الواحد ممكن يواجهها وقت يكون عم بيسكر الديل تبعه. فشو هي الأشياء يلي ممكن الواحد يواجهها بالنسبة للكلوزينج ديل بالنسبة ماديا عدا عن الفواتير وغير شو هي ممكن بالنسبة للبنك؟ هلا دايما نحن بنقول انه لازم الواحد ياخد الاتفاقية من البنك قداش بيطلع له قداش كذا بس القصة ما مش دايما بتنتهي بهالطريقة هايدي. خبرنا شو ممكن يصير قبل الكلوزينج ديت لا بيغير الفاينانشال سيتويشن. شوف هو هلا في احنا صراحة في لنا فترة بنواجه من اول جون تقريبا السنة بنواجه شوية صعوبات مع شركات الفاينانسينج مع اللندرز بالذات. اللندرز منهم المشكلة they are pulling out last minute قبل الكلوزينج. شو يعني pulling out؟ يعني انه يوم الكلوزينج يوم التسليم قبلها بثلاث ايام اربعة ايام بيجي البنك بيدخل بالامبلوير بتأكد من المعلومات وحقه طبعا لكن اللندر بروح بيعمل خطوة إضافية آخر لحظة قبل الكلوزينج بطلب بنك ستيتمنت ممكن يتصل باللندر يتأكد من الانفورميشن إذا طلع أي إشي مختلف عن اللي صرحوا فيه قبل هيك اللندر برفض التمويل البيت قبل يوم الكلوزينج وبنسحب. هذه شغلة كتير مهمة وعم نمر فيها مع كذا باير فأنا دائما بحب باير إنه لما يتواصلوا مع المورجج بروكر تبعهم يتأكدوا أول خطوة
إنه المورجيج بروكر عنده سمعة طيبة وقوي بالماركت وفي حدا من جماعتهم متعامل معه قبل هيك. هاي أول خطوة. وتاني إشي إنه اللندر يتأكد إنه يعطي المعلومات صحيحة وكاملة لللندر، لأنه إذا أي معلومة خاطئة أو مثلا يعني في يعني في إحنا عنا ديل تخربط فوقاني تحتاني من شغلة إنه طلع إنه الباير ماخذ سيرب اللي هم $2,000 ماخذهم قبل سنة ونص سنتين، فلما إجا اللندر طلب البنك ستيتمنت 12 شهر وطلع ولقى بال 12 شهر كاين فترة من الفترات زمان، اعتبر إنه الجاب تبعته للباير هذا is not safe وانسحب من التيل. تخيل يعني هذا قبل يوم الكلوزنج. واو. هذه مشكلة يعني يعني أنا ما بقول إنه كل اللندرز هيك، وانتبهوا أنا ما يعني يعني ما تاخذوا كلامي غلط، أنا ما بقول كل اللندرز هيك، ما بقول كل المورجج بروكرز هيك، ما بقول إنه كل الأبليكيشنز هيك، بس اللندرز صايرين very very picky. إذا في أي شغلة ممكن تخالف المعلومات، عشان هيك البايرز أحيانا بتهيئ لهم إنه إذا حكوا للمورجج بروكر تبعهم إنه أنا بشتغل فول تايم، أنا شو اسمه بشتغل كذا، إنه يعني إنه والله حتمشي عليه أو يلا بتزبط وإلا ما يزبطها وإلا ما تتدبر، لا 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 لا، من واضح من ألف للياء مع المورجج بروكر تبعك، وضح له الصورة بالكامل إنه إذا طلب منك إن سألك إذا أنت صار لك سنتين عم تشتغل، إذا صار لك سنتين عم تشتغل لكن بفترة من الفترات أخرت سيرب وقفت عن الشغل عشان الكوفيد، لازم تقول له، لازم تقول له، لأنه إذا اكتشف بعدين اللندر ممكن يكون في مشكلة. وهذا طبعا بيرجع على عاتق المورجج بروكر أكيد، لأن المورجج بروكر إذا هو عنده experience enough لازم يسأل هذه الأسئلة بخلال الميتنج اللي بتقابل فيها. فيعني هون بالنسبة للي عم بتقول يعني مش لازم الواحد يتشاطر لا على البنك ولا على المورجج بروكر ولا حدا، لأنه ممكن يحط حاله بخطر، لأنه مثل ما حضرتك قلت خي وضح، مثلا إذا واحد كان ماخد مساعدات لفترة من حياته بيشتغلوا حواليها ليزبطوها، بس إذا لقطوها بيخبي شيء هون بترفع العلم الأحمر وبيصير في خوف يمكن. بالضبط ما تكذب، احكي للمورجج بروكر المضبوط واللي صار، لا يمكن مش انه قصده انه كذب بس انه بتوه عنه الواحد. فانا من هالبرنامج ومن خلال محطتكم الراقيه فعم بحاول انبه البايرز انه لازم يتواصل مع المورجج بروكرز تبعهم ولازم يبلغوا كل المعلومات. في نقطه ثانيه في عندنا ديل برضه في شويه مشاكل عم نحاول نضبط الامور، بس ان شاء الله الامور ماشيه وحيسكر الديل، بس اضطرينا نحوله من اي لندر لا بي لندر، ما عندنا خيار. ليش؟ لأنه مثلا كانت مدامته للموظف للشرة كانت مدامته تشتغل بارت تايم وصارت فول تايم قبل 3 أشهر بس، فهي مبلغة المورجج بروكر إنه هي فول تايم، ما قالت له إنه فول تايم بس من 3 أشهر. يعني شوف الدقة بالتفاصيل. أكيد وضح لك ساين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. رح نرجع بعد الفاصل هلأ ومنا نسألك السؤال يلي كتير مهم، البنك يلي غير رأيه قبل بثلاث أيام أربعة أيام شو ممكن يعمل الشرة وكيف بده يحل المشكلة، وهل ترى بيقدر يطلع من البيعة كلها سوا؟ نسأل هالسؤال وبجاوبنا علي انت من بعد ما نرجع من الفاصل. ورجعنا معكم عشنا 97.9 ومع خبير العقارات وضح الغصين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم، واعطيتنا صورة خي وضح عن ليش في عنا لو انفنتوري بأروة. فالسؤال هلا هوني شو ممكن نستنظر بالايامات اللي جاي؟ هل ترى الانفنتوري حترتفع ورح نرجع لمستوى الاول بالنسبه للعمار لانه حسب الموظفين وغير، وشو هي التوقعات تبعك بالنسبه للعقارات والماركت هون عندنا بأروة؟ هلا بالنسبه للسنه اللي جايه، السنه اللي جايه طبعا احنا النقص اللي عندنا نقص كتير حاد بالانفنتوري،
فالموضوع ما رح ينحل خلال شهر زمان. يعني إذا رجعت الموظفين مثلا خلينا نقول اليوم عملنا سويتش وكل الموظفين رجعت والدنيا كلها فتحت وكل شيء تمام 100%، ما رح تنحل المشكلة الشهر اللي جاي، وحيصير في سبلاي كبير بقدرة قادر مرة واحدة. لا، الموضوع بياخد له على الأقل 6 أشهر، لأنه الأمور والكونتراكترز والبيلدرز والبيرميتس وكل هذه الأمور إذا صلح الموضوع بكليك اوف باتن زي ما بنقول بده ياخد له على الأقل 6 أشهر لما ترجع الأرقام والأعداد البيوت اللي بتنباع على نفس الأفرج اللي كنا متعودين عليه. أما غير هيك أكيد السنة اللي جاية احنا متوقعين زيادة برضو لسه ملحوظة. فاللي بيفكر انه البروبرتيز هتنزل اخر او السنة اللي جاية هذا ما بتصور يصير. ودائما بذكر احنا ما عندنا احنا كريستال بول، بس احنا دائما نطلع على الارقام بشكل اوسع، منقارن بين عاصمتنا أوتاوا كندا مقارنة بعواصم دول العالم الأولى للبلدان الثانية، منقارن البروجكتس اللي عم تنبنى والمؤسسات اللي عم تفتح والإندستري اللي عم بتزيد خلال الفترة هذه. فإحنا اللي شايفينه إنه في كتير ضغط على أوتاوا بالنسبة للعمل وبالنسبة للإميجريشن، فما في حل انه الا الاسعار تزيد اكتر واكتر، وبنقص السبلاي حتزيد الاسعار احتمال كبير يكون ما بين 15% ل20% السنة اللي جاية، بس والله اعلم. خلينا نعرف شو في جديد بالنسبة للفيرتكس تيم وهون عندكم بأروة. اوكي، احنا بالفيرتكس تيم في عنا كذا لستنج هلأ جديدة عرضناها، في لستنج كتير حلوة قريب على ويست بورو أوف كارلينج، سيمي ديتاتشت، بيت كتير كتير حلو عمره 2، فولي 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 أبغريدد، واللي بحب يسكن بالمناطق هذه قريب الويست بورو يتواصل معنا، البيت بجنن فعلا روعة، عرضينه ب 950 ألف، الأسعار بتتراوح بالمناطق هذه بالمليون لمليون ومئتين، وإحنا عارضين 950 ومنصور سعر كتير مغري. في عنا كمان كذا لستنج جاية قريب، في عنا تاون هاوس حيجي على أول جانيوري عم بجهزوا فيه الجماعة، موجود ببار هيفن على لونغ فيلد، اللي بحب يسكن بلونغ فيلد اللي ببار هيفن خاصة إنه جنب المسجد، بعرف في ناس كتير بتحب تسكن هناك، اللي بحب يستفسر وياخذ معلومات أو مثلا يشوف البيت قبل ما حتى نحطه على الماركت ممكن يتواصل معنا، خاصة إنه هذا التاون هاوس في دبل جراج، يعني قليل كتير البيوت تاون هاوس اللي بيكون فيها دبل جراج. وغير هيك في عنا 3 new rentals، واحد بكناتا وواحد ببار هيفن وواحد بفيندلي كريك، وفي واحد عنا كمان صحيح بهنت كلب. اللي بيحب يستفسر ويسأل عن هدول البروبرتيز بليز يتشاور يتصل فينا. وفي عنا كمان أبارتمنت حنعرضها الأسبوع اللي جاي، موجودة على داينز رود أوف برنس أوف ويلز، قريبة على كارلتون يونيفرسيتي، فموقع استراتيجي وممتازة للإنفستمنت أو ممتازة لحدا عنده أولاد بدهم يروحوا على كارلتون يونيفرسيتي. فاليونت حلوة وعلى ارتفاع مناسب ومنظر والفيو تبعتها كتير حلو، اللي بحب يستفسر ويأخذ له نظرة على الأبارتمنت قبل ما نرد على الماركت يتواصل معنا. في تنبيات خي وضح بهلا سمعناها بهذا الأسبوع إنه ممكن العدد كبير من المكاتب بداون تاون أروى يترجعوا وما يستعملون كمكاتب للعمل والهيك، يا هل ترى هيدي رح تخلي فريغ أو يمكن بالداون تاون؟ في كمان اقتراحات بالنسبة
لقلب هالشقق هودي ليعملون ريزيدنشال. شو بتعمل هيدي بالاندستري أولك إذا صار هالشي هذا؟ صحيح. هو شوف هو في هلا في كتير شركات عم بتعيد حساباتها على أساس إنه يخلوا الموظفين تبعوهم يشتغلوا permanently بالبيوت. بس كل ما يعني كل ما بتعدي الأيام عم بثبت للشركات هذه والمؤسسات، أنا ما بتكلم عن الحكومة، بتكلم عن الشركات الخاصة. الحكومة يمكن إلها وضع شوية خاص مختلف، بس الشركات الخاصة كلهم عم بتطلعوا للأمور إنه الموضوع عم بكلفهم أكتر. يعني في عندي مثلا حالة، أنا شركة كمبيوتر، في عندهم موظفين، شركة كمبيوتر من أمريكا، عندهم موظفين 7 موظفين أو 8 موظفين هنا بأوتاوا، بيشتغلوا من البيوت، وهدول الموظفين صاروا يبعثوا فواتيرهم الكهرباء، يبعثوا فواتير الاستعمال الكمبيوتر تبعهم، يبعثوا فواتير للشركة اللي موظفاهم. فالشركة صارت تحسبها وتقول لك طب ما حيكلفني نفس تكلفة استئجار مكان، فقرروا يستأجروا مكان. فالشركات أكتر وأكتر عم بتوصل لهي النتيجة إنه التكلفة هتكون هي والبرودكشن مش نفسه، لأنه طبعا الواحد بيشتغل من البيت أحيانا، ممكن ما بحكي الكل أكيد، بس في كتير ناس ممكن يتخسى عن الشغل أو ممكن ما تعمل الشغل بالمستوى المطلوب، فهذا طبعا بيأثر على البرودكشن تبع الشركة. فعم نلاحظ إنه في شركات عم تتراجع عن هذا القرار وعم بترجع الموظفين، لكن أكيد حيصير في شاغر بالأوفيسز، وفي كتير بيلدينجز عم بيحاولوا يعملوا دراسة إنه يحولوا المكاتب هذه لفنادق أو يحولوها لاستعمالات أخرى. وضح الغصين، شكرا كتير كتير لألك. قبل ما تروح أكيد أوعك تتفكر إنه زمط منا رقم تليفونك الخاص لحتين المستمعين يتلفنونك يتلفنوا، بس يكون عندهم أسئلة لرويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. عراسي التلفون الخاص 613-878-3041 613-878-3041، وممكن يتواصلوا معنا على جميع أنواع السوشيال ميديا، ممكن يعملوا سيرش على جوجل على The Vertex Team vertextteam.com، أو ممكن يعملوا سيرش على اسمي أنا شخصيا وضاح الغوسن أو الغسين بالعربية أو بالإنجليزي، وإحنا موجودين على كل أنواع السوشيال ميديا، الفيسبوك واليوتيوب والتويتر واللينكدين وإنستغرام، وهلأ جديد كمان بتيك توك. شكرا لك وضاح الغسين، have yourself a fantastic weekend. شكرا 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 للمستمعين، شكرا جيري.